الحين أشرفنا اليوم على تنصيب لجنة الإصغاء للمصدرين، وهذا تبع لتعليمات السيد وزير التجارة على أن تكون هناك لجنة لاستماع المصدرين حتى أننا نذلل العقبات التي تعترض المصدر، خاصة أن الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها ولاية عين تمشنت وبلادنا بصفة عامة على أن تكون هناك يعني نقلة نوعية في ميدان التصدير. لذلك أننا شكلنا لجنة يعني بمشاركة جميع الفعاليات في هذا في هذه اللجنة حتى أننا نشوف أن يكون عندنا شباك موحد للاستماع لانشغالات المصدرين. ذلك تبعا يعني كما ذكرت سالفا تبعا لتعليمات معالي الوزير في مرافقة المصدرين في تذليل الصعوبات، تحقيق ما وعد به سيد رئيس الجمهورية في تحقيق نسبة 5 ملايير دولار كآخر أجل لنهاية 2021، وهذا بالفعل إن شاء الله بحول الله رايح يتحقق، وذلك النظر لأن المتعاملين الاقتصاديين على يعني على استعداد على أنهم يحققوا هذا المبلغ إن شاء الله بحول الله بفضل يعني الإرادة والعزيمة الصادقة. شكرا.